أعتقد أن السبب الرئيسي هو أن الحكومة الهندية التي يرأسها سيد مودي وحزبه حزب الشعب الهندي يخاف من أي منظمة إسلامية قوية، وهو لا يريد أن يكون هناك تواجد لهذه المنظمة، وخصوصا قبل الانتخابات الهندية العامة القادمة في مايو سنة 2024. يعني هذا الحزب الحاكم والذين هم ينتمون إليه من مختلف الأحزاب والمنظمات يرون أن المسلمين لا يمكن الاعتماد عليهم، وأنهم أقلية ليست مخلصة للبلد. مثل هذا الكلام هو كلام غير صحيح 100%، ولكن يقولونه لإحداث استقطاب. يعني هم يريدون أن يحدثوا استقطابا حادا بين المسلمين والهندوس.